يا مرحبا بجميلات برنامج نفانيف. اكيد مثل ما عودناكم بكل حلقاتنا تكون حلوه ومميزه. اليوم الحلقه مالتنا كلش حلوه، ما راح احكي لكم التفاصيل، انتظروا وتابعوا. يا مرحبا وميت هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعت وياكم اكيد اني سمر الراوي، حلقه جديده من برنامج نفانيف. اليوم حلقتنا جدا مميزه، راح نحكي عن الجمال والطاقات وشلون نقدر نعتمد على نفسنا باشياء احنا نحبها. خليكم متابعين باقي التفاصيل برنامج نفانيف. كل ما يخص عالم حواء، التجميل والازياء والصحه والثقافه، كثير من المواضيع راح نطرحها اليوم بحلقتنا، لهذا خليكم متابعه. اهلا بكم مشاهدي ومحبي قناه زاغروس الفضائيه، حياكم الله برحله جديده من برنامج نفانيف. لكن قبل ما ابلش رحلتي امسي على زميلاتي، شلونكم؟ شلونكم؟ احنا مشتاقين يعني كل مره اقول اني اتحمس لهذا اليوم حتى اشوف شنو عديتوا انه فقرات من مواضيع ضيوف معلومات. اكيد متحمسه انه نبلش حلقتنا بكل حب وحماس. احنا اليوم طبعا ديلو، ما اعرف ليش لابسه سنه اسود، مستنزفه الطاقه. احنا بكل حلقه لازم نسال صح؟ اي بالضبط. سماره باعي اني ويا اللون الاسود مو علاقه، لقيت نفسي اسبوع كامل اني فقط البس اسود، ليش ما ادري؟ يعني تخيلي مرات نحس انه مني قالوا لي ديلان اكو شيء، ليش لابسه اسود؟ صح، اني سالت اليوم اكو شيء متعودين عليها، شلون انت الالوان الفرحيه هاي الاخر، حد يقولوا لي شنو هاي انت الوان؟ اقول لهم اني احب الطلات الجريئه. لكن ما اعرف تحسين طيش طاقه، بس كلش حلو. يعني اليوم راح اليوم فخامه نغير شوي، غيرت لنا ستايل الشعر وغيرت لنا الستايل مال الملابس. تاكيد تكون بستايلات كثير حلوه وجديده، ترقبوها. ايش تحسي صار فيه على اطلالتك يا سماره؟ انا ديلو من احس ان نفسيتي تعبانه البس هاي الالوان تعطيني طاقه. صدق هيك شيء احس؟ معقوله الالوان لها تاثير على النفسيه؟ انا صراحه كلش احس بهذا الشيء. يعني انا من تحسوني تعبانه وما لي خلق البس الوان هيك شيء قوية، حسنا هيك تقويني تعطيني طاقة. طيب وأنتي رأيك هستبرق بالألوان صدق يعني يشتغل لك هذا الموضوع إنه أي صح. إنه تأثر على النفسية؟ إي أكيد، دائما إذا اللون شوي الغامق وهيك كئبك أحس يومي ضايجة أو هي، بس ألبس ألوان فاتحة لا مو تعطي طاقة أحس هيك. زين الألوان أنتم تحسوها فقط بالإطلالة لو بالمنزل هم من تكون ألوان الديكور؟ أكيد تحسون مرات إنه شيء فاتح حلو، يعني تحس البيت يعني مريح صح. نظيف هادئ. حتى من تحسون ان نفسيه المراه تعبانه تروح تبغير بالديكور، عافيه تغير بالالوان. خاصه الاسود هم راقي، راقي. احنا بالعكس هو سيد الالوان. أي سيد الالوان، بس احنا مرات نقول نغير مودنا، نحب الالوان اللي تعطيش طاقه. صحيح. حتى اذا لبسنا اسود نكسره بالميك اب مثلا، هسه ديلو هكاسه الميك اب كلش تنبل. انا كسرت والكريستال عليه جميل، دخلت يعني فقط السيلفر التاتش بالاكسسوارز وبدايه الهاي نيك، وعندنا الحزام بعد وتكرمون الهيلز جاي مطعم بالسيلفر. حبيت اكسر الاسود لانه بعد احنا الاسود لازم نكسره، يا اما بحمره حمراء، انا ما حطيت حمراء حمراء شويه احمر شيء غامق، اي يا اما حمراء حمراء يا اما اكسسوارز يكون كلش ملفت ويكسر على يكسر. حتى شعر، حتى شعر اليوم غيرته. اي الشعر اليوم قصير، بما انه انت لابسه هاينك كل مره انا اخلي اكستنشن شعر احس يطي انوثه ويا طله الفستان. بس ديلو اكيد لازم تغير، يعني لازم احنا طلعها حلوه. صح اكيد حبيبي، اكيد بعد اطلالتكم الجميله. يعني حتى سماره ترى منسقه بالوان كلش حلوه، مثل مالت التوربان اي على الفيروزي شدري كلش حلو بالالوان. الوان اليوم هيك جاي انا كلي الوان. ليش نفسي تشتعبانة سمارة؟ تقولي لي بعد الفاصل. أوكي. تمام؟ إذا مشاهدينا مستمرين وياكم لكن من بعد الفاصل. أكيد مستمرين وياكم بعد الفاصل يا ديلو. طبعا ديلو إلا أخذت الفاصل وعرفت التفاصيل. أكيد يا سمارة، لاحظت بالفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي لازم إحنا نناقش هذا الموضوع، تعرفين إحنا كل مواضيعنا نسلط
الضوء عليها، عذرا سلط الضوء عليها اكثر حتى المشاهدين يستفادون من عندها وتكون رائجه بالوقت الحالي. عندنا التصوير دخل حياتنا بصوره يعني كل فظيعه وما متصورين التصوير ياخذ هالقد مساحه ومجال حياتنا. صحيح. يعني قبل ممكن بالمناسبات فوتو نطلع مصور مدرسية بالمدرسة، لكن التصوير أصبح عالم ثاني. يعني أنا من الناس صار عندي هوس التصوير، كل أسبوع لازم أنا كل ما يوصلني أوتفيت جديد لازم أسوي، أروح أسوي هسه ديلو لازم تسوي سيشن بهذه اللبسة. لا حسيتها مطروقة، بس أكل لبسات يعني إنه تسوى الألوان وتكون كل شيء ترندي. شو مطروقة يعني؟ أنتي سالج حلو بي ما تش علاقة بالمطروقة. ها ما هي علاقة إيه لا يعني سألت يلا هسه نفس خاصة برنامج أروح أسوي جلسة يعني ليش حلو أي لا شوف التصوير بنات أخذ مساحة قلنا كلش كبيرة، لكن كثير من الطاقات الشبابية قاعدة نشوفهم يطور ورون. مجرد صحيح. اخذ كاميرا او حتى البنات ابدعوا بهذا عشان. المجال صح. اخذت كاميرا ابدعت، تلاحظين تصور عرسان، تصور فيديوهات حتى بداخل البيت. احنا دائما نقول اللي عنده مصور بداخل العائله محظوظ. محظوظ عفوا. اكثر شيء هسه البنات حلو انهم قاموا يصورون، يعني اكو مرات عائلات انه مثلا انا محجبه او شيء بالاعراس يطلبون البنات لانه معظم المناسبات تكون بيها. بما انه حكينا عن السيشن والتصوير، فاليوم راح ناخذ ونعرف تفاصيل اكثر عن التصوير اكيد ويا ضيفتنا الجميله بسمة الحمداني، لكن بعد الفاصل. إذا مشاهدينا مستمرين وياكم بتكملة باقي فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا إلى محور حلقتنا الأول، نورتنا الضيفة الجميلة المصورة الفوتوغرافية بسمة حمداني. حياك الله. يا أهلا وسهلا. شلونك حبيبي؟ الله حبيبي. جدا سعيدين انضمامك ويانا اليوم بالحلقة. أكيد راح نتعلم ونستفاد من خبرة التصوير من خلال مجالك. تسلمي. بداية سعيدة بشوفتكم وسعيدة حبيبي. أهلا وسهلا. بداية خلينا نتعرف بسمة ليش تحديداً اختارت هذا المجال وحبها لهذا المجال وشغفها؟ ليش؟ هو مو ليش. نعم. هو أنا لقيت نفسي بهذا المكان. يعني أنا قبل لا أبلش بشغلي بالتصوير، أنا كنت أصلاً غير، يعني ما أخذ غير لاين. بس كنت أنا وطفلة صغيرة أحب التصوير، احب ازم الكاميرا، احب اصور، احب اكون اني اوثق اللحظات الحلوه بالعائله. تشوفون مصور العائله، مصور العائله دائما اوثق اللحظات. محظوظين العائله كلش محظوظين بالمناسبه. بس اني مو محظوظه لان ما حد يصور. كل المصورين مظلومين ما حد يصور. لا بس ماني طبعا ملاحظه باغلب جلساتها انه هي تسوي جلسات نفسها. انا اسوي جلسات نفسي. صح. هواي حلو. اكو احد يساعدك بالافكار يا بس بالتصوير؟ ممكن هم يساعدوني، بس اني اكون صاحبة الفكرة. يعني لانه اذا تشوفين صفحتي الافكار اللي موجودة دائما غريبة. حلو. يعني مو اكثر البنات ما يقدرون يسووها مثل ما انت تسوين. اكيد. طبعا الافكار الغريبة تجي من انت صغيرة. اكو فد عالم رسخ ببالك، عالم الكاركتر، يا اما يكون كلش ليدي وفخامة وواو، يا اما يكون عالم الطفولة الكارتون. يعني هو يكون عالمي ما يكون ثالث. أنا لا، أنا كارتون، أنا مسوي حلو. هواي شخصيات تلقين بال حلو. هذا شيء يستهدف كثير من الفئات العمرية. بالضبط. أنا عندي الجلسات اللي بها بسمة شخصيتها الحادة، بسمة اللي كيوت، بسمة حلو. وشوفك بالفانتازي؟ كلش أحبه، كلش قريب عليه ومسويته حلو. زين بسمة، أكثر مصور لفت أنظارك بقيتي إنه هو باش تحبين تسوي مثل أفكاره، تبين تصيرين أحسن من عنده؟ نقدر نقول تقتدين بي. عافية. بصراحة ما عندي مصور معين يعني أنا متابعته، أو بس أنا أحب الـ أحب الـ الـ الصور مثلا يعني لاين التصوير الداخلي أو التصوير الخارجي أو البورتري. هسه بالجديد انا تقريبا صار لي 4 أو 5 سنين عندي اصور فيديو، فمتابعه مصورين معينين، بس كمصور معين خاص انا يعني نقدر نقول تشوفين افكار معينة. بس انت تطوريها، تضيفين لمسه بسمة. طبعا كل مصور عنده لمسه خاصه بي. أنا مستحيل انه اني اكون بصف قاعده بصف مصور واثنيناتنا نصور نفس اللقطه وما راح تطلع.
صحيح. لازم تطلع بيها لمسته المعينه، لمسته خاصه، عين العين هي تحكي، هي تشوف. طيب بسمه، بما انه بدنا نحكي عن الصوره، انت من تريد تاخذين الصوره تركزين على الشخص لو على الزوايا، شنو اكثر شيء تقدرين تدققين بيه من تاخذين الصوره؟ الاثنين. اوكي. امشي البروفايل، امشي مشاهدين، انتم يعرفون هذا الشيء. كل شخص من عندنا عنده الجهه هاي تختلف عن هاي. والدليل احنا اني ديرو دائما نتعارك على نتعارك على قال لي انه كل واحد عنده بروفايل. اني دائما قبل جلسه التصوير اشوف الشخص، اقعد احكي وياه، نتحاور، اشوف هو شنو يحب شنو ما يحب، امتص الاشياء اللي بداخله. جسمه ممتلئ، انا اريد ابين نحيف بالصور، لانه اوريدي كنا نعرف الكاميرا تسمى 6 كيلوات وفوق، يعني هي هاي الكاميرا ما عندها صح صدر. زوايا زوايا ناخذها، بعض الزوايا ناخذها تبين، ما تبين عيوب الشخص. فتقعدين ويا الزبون تفاهمين وياه قبل كل جلسه. لازم اني اقعد ويا الشخص واخذ من عنده معلومات وشو الاشياء اللي يحبها كل شيء. ضروري خشمي كبير، ما اريد تبيني كبير، اني سمينه ما اريد ابين، مو بروفايلي هذا كثير من التفاصيل حتشوفين. لكن تلاحظين انه تصالح مع الذات والنفس لها علاقه بثقتها بالتصوير؟ يعني انا عندي ثقه، صورين من اي جهه؟ لو هاي ما لها علاقه بالثقه بالنفس؟ لا لها علاقه، بس المصور همين له دور. نعم. له دور انه يعزز ثقه الشخص المقابله بنفسه. حلو. يعني هواية شخصيات تجي، أنا خايفة، أنا متوترة، أنا شكلي جوز الجلسة ما راح تطلع حلوة. هنا أنت لازم شنو تلعبين دور إنه أنت الكوتش، معالج نفسي. على فكرة إحنا مو بس نصور، إحنا قبل التصوير لازم نمتز غضب الشخص. الواحد إذا يكون ستريس، كل ستريس ما راح يقدر يطلع أكشنات حلوة على طول، حتى أضحك. فاني من اشوف الناس متوتر اقول لهم انسوا اكو كاميرا، اني صديقتكم، اني وياكم اليوم جايين نتونس، يعني في شويه امتاز غلط واشوف الصوره وحلوه ينطقون بعد. اي صح. زين باعتقادك هسه هوايه مثلا مصورين او شيء يصورون بالتليفون، هم يعني ياثر الكاميرا من جهاز التليفون؟ لا، هو التصوير بكل الاجهزه حلو، يعني ممكن الناس تصور بتليفونها وتطلع اللقطة كلش لطيفة كلش حلوة. يعني ما اعتبر انه التليفون عائق، بالعكس. هسه اني كثير بداياتهم كثير كانت التليفون، اكثر الكواليس اللي اني اصورها بالتليفون. يعني نقدر نقول بعد عامل مساعد. بعد انتشار هواتف النقالة اثرت على الفوتوغرافي الكاميرا؟ لا طبعا ما اثر هاي الشيء، وهذا الشيء هذا الشيء اكيد. يعني انا مستحيل اصور برنامج بتليفون، لا لازم طبعًا كاميرا طبعًا بس طبعًا. ممكن احنا ناخذ يومياتنا، ستوريات، كواليس، ناخذ نستعان توثيق اللحظات. توثيق اللحظات على فكره هو التصوير، هو التصوير اصلا توثيق لحظات. نعم. انا حتى بيوم اللي صورت المظاهرات انا وثقت بطريقه اللي يسموها الاطفال. حلو. يعني ما رحت على الدم القتل، لا صورت اشياء. فدائما احنا بالتصوير نوثق اللحظات السعيده، نوثق اللحظات الحلوه المحبه. بس مو تحسين الصوره بعد فتره حتصير ذكرى مؤلمه للبعض؟ هي اني هنا انا وياك صح، لانه انا يعني قبل ليتوفى والدي كان عندي كم من الصور وياه بكل لحظاتنا. بس هي هذا التصوير، هاي الدنيا توثيق. بالعكس تبقى ذكرى عندنا توثيق، بالعكس كلش حلو. انا بالنسبه لي كلش مهم يعني التوثيق، توثيق اللحظات حتى لو كانت حزينه، حتى لو كانت مؤلمه. صح، مرات نشتاق الأشخاص بعيدين عنها، التصوير ذكرى، وكل ما الصورة تقدم كل ما تصير ثمنها أغلى. صح. طيب جلسة سويتيها وبقت مطبوعة بذاكرتك، تحبيها، أكو فد إلهام أو فد شيء كان مميز بيها ما تنسيها، خلاص هاي الجلسة أو هاي الصورة بس ما تحبها؟ كل الجلسات أحبهم. ما قلتاش بسيط فد جلسة صار بيها فد مثلا موقف؟ كل الجلسات احبهم، كل الجلسات اللي صورتهم بها مواقف حلوه وبها صعوبات وبها مشاكل. صح. بها ضغوطات، بس انا كنت استمتع واني اصور. يعني بيوم اللي عندي جلسه تصوير انا اكون كلش انسانه هابي وفرحانه، واليوم حتى الصوره تصير النتيجه حلوه. بالضبط. فلحد يعني لحد الان هاي بمسيرتي اللي هي 10 سنين، انا كل يوم انا كنت اصور.
الحمد لله 10 سنين. حبيبي بعدني أقول بعدني أقول إنه أني ما سويت شيء. لا ما معقولة. لحد هاي اللحظة أنا أقول تحبين إنه دائما الدرسين. أنا طموحي كلش عالي يعني أنا إن شاء الله إن شاء الله يعني بالمستقبل ناوي إنه أنا أصير مخرجة، فأنا حاليا دا أدرس على هذا الموضوع ويعني دا كل التوفيق إن شاء الله يا رب نشوف إيش بعد المرات. طيب فقط فيديو لو فقط فوتو؟ أنا اثنيناتهم بلشت بداياتي كانت فوتو وحالياً اثنيناتهم دا أشتغلهم. أكثر شيء حبيته هو الفيديو. الفيديو حبيته يعني حقيقي أكثر. مو بس حقيقي، بي آرت بي فن. تقدرين تبدعين بي أكثر. حتى المشاهد أو المتلقي يوصل إلى بسرعة الفيديو حسه بشيور حقيقي. لا حقيقي، بينما الفوتو سيشن ممكن يسوي تعديلات. صح. تصفي البشرة. صح. حتى الفيديو بي فلتر بس ما يجي مثل الفوتو. مو حقيقي الفيديو عبيه. حقيقي أكثر. أكثر. فهي تبين مشيتك العيوب. صح. إذا ممكن عندك عيوب أنت تتحديها. صح. الفيديو كلش أنا أحسه أحلى بالنسبة إلي. بس من إذا كل واحد وحسب اختصاصه ومجاله. أكو كثير من الناس تلاحظين يعني أنت من 10 سنين بهذا المجال، تلاحظين بوقتنا الحالي بالأخص بالسنوات الأخيرة صار إقبال على التصوير يعني فظيع. يعني صح. أكو ناس ما عنده محتوى بس صار يهوى تنسيق الملابس، سوى حساب على السوشيال ميديا قام ينزل تنسيقات. صح. فأنت تشوفين التصوير تحديدا بالعراق نحو الأحسن أم للأسوأ؟ للأحسن. للأحسن. كل يعني أنا دا أشوف هواي ناس بلشت تعرف شلون تختار المحتوى مالتها، شلون تصور، شلون تصور نفسها، المن تختار من يصورها. بالعكس بالعراق هواي يعني دا أشوف تطور مبدعين. صح. وبالعراق خاصة هواي دي يشتغلون على نفسهم موضوع التصوير. صح. طيب بما أنه حكينا على السوشيال ميديا، تحسين السوشيال ميديا وصلت صور وعمل بسمة كفوتوغراف أو كفيديو وصلتها بصورة صحيحة أو وصل للناس بصورة أكبر؟ بصراحة أنا كلش بعيدة عن السوشيال ميديا، يعني أنا ما أعرف شلون تنظمين وقتك؟ مو بس أنظم وقتي، أنا السوشيال ميديا خاصة الإنستغرام عندي. أنا طبعا ما عندي فيسبوك، عندي بس إنستغرام وسناب. ذولا كلش شخصيات يعني شخصي إلي. فأني بلشت من مثلاً أروح أصور، مثلاً أني مصورة مسلسلة يعني مصورة فيلم، أنا مصورة برامج. أني صالي فترة معينة هواي احتكيت بعالم الممثلين والفنانين. فيقولوا لي أنت شنو صفحتش على إنستغرام؟ فمن أشوفهم صفحتي يقولوا لي بس من أنت ما منزلة شغلك. صح. صح لازم. أنا بالنسبة لي كنت ماخذة الإنستغرام أو السناب شات شيء شخصي، يعني ما مصورة بي أشياء مو كعمل، ما منزلة بي كأعمال. بوقتنا الحالي كلش ضروري، كلش مهم. بطاقة تعريفية عنك. بالضبط. يعني بس ما أنا أعرفها ولا زغرم بيها وشفت لها عمل، بس أنا ببالي أفكار ممكن أشوفها بحسابك على السوشيال ميديا. أو ممكن أشوفون عن عملك بدون ما تحكين. ممكن طيب بالضبط. ممكن يشوفون الصور، يعني اكو هسه كثير نشوف انه يتخوفون يروحون على مصور معين. صح. الا خلي شوفونا شغلهم، شوفونا حسابهم. فنقدر نشوف انه السوشيال ميديا لعبت دور كلش مهم. السوشيال ميديا حاليا جدا مهمه، واني الحمد لله بلشت اقتنع بهذا الموضوع. الحمد لله وشكرا. وان شاء الله على اني هاي السنه، طبعا يعني هاي السنه كانت سنه انتقال بحياتي. حلو. قعدت فتره طويله ابتعدت عن التصوير، بلشت ادرس على نفسي. انا كنت خارج العراق كنت ادرس، وحاليا انا دا اسوي اشياء وشغل راح تشوفوه بصفحتي الخاصه. الحمد لله هسه حقو توثق لنا، بس راح اوثق اكيد منتظر. وراح تشوفون الصور الفوتو بطريقه جديده. حلو حلو، هذا حصري بس. بحكم تجربتك بالتصوير، شنو هي القواعد الاساسيه بالتصوير؟ القواعد الاساسيه الاضاءه أهم شيء. أنا عندي الإضاءة، إذا ما تكون الإضاءة يعني موزعة بصورة صحيحة اللقطة ما راح تطلع. أنا وياك بهذا الشيء. أهم شيء الإضاءة. لأن مرات إنارة داخلية إضاءة خارجية. صح؟
صح. يعني ما درست التصوير بس احب التصوير. ان الاناره اذا كانت داخل اللوكيشن او الاضاءه برا اللوكيشن غلط، تبين عندك تجاعيد، تبين بشرتك ما حلوه، يعني الدمار. الاناره اهم خاصه شيء. الفيديو احنا الفيديو ما راح نقدر نعالج البشره، عيوب البشره دي لهم صور بالإضاءة. أيوه قلت لهم راح أصير مصور، أصير ويات. يلا طيب قبل نختم محور حلقتنا، طبعا حديث ياك كل الشيق والموضوع كثير بتفاصيل لكن الوقت ما يسعفنا، أريد نصيحة أخيرة لكل مصور أو مصورة أو مبتل. أحد حاب يدخل بهذا المجال، نصيحتك إلى حتى نختم محور حلقتنا. أنا أريد أقول لهم شغلة وخاصة للبنات، نعم، لا تتوقفون الشيء اللي تحبوه دائما، واجهوا بي، خليكم انتم طموحين. التصوير مو بس، انا دائما اسمع انه ليش دخلتي مجال التصوير، التصوير للرجال، لا التصوير للبنات، والبنات يقدرون يكونون ناجحات. اتمنى من البنات يشتغلون بالمجال اللي يحبوه، خاصه اكو بنات هواي يدخلون علي يقولوا لي بس ما احنا نريد نصير مصورات بس نخاف. لا تخافون، واجهوا واشتغلوا، واهم فقره لازم تكونون تشتغلون بحب، حبوا الشغل اللي انتم تشتغلون به راح تتوفقون، ورب العالمين هو اصلا راح يوفقكم. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. صح حبيبتي، شكرا لك لوجودك يعني. اذا مشاهدينا مستمرين وياكم برحله الجمال لكن من بعد الفاصل. وأكيد رجعنا وياكم من بعد الفاصل، واليوم نشوف الفقرة مع السمارة. شو محضرتنا اليوم الفقرة؟ طبعاً اليوم بما أنه إذا تشوفون أنا لابسة هذا الشاكيت، فأخذت فكرة أنه كثير تنحاول نلبس هاي الكبات أو يسموها بعض سكارفات، الكبات اللي تنحط على الكتف اللي هي بنفس الوقت نقدر نلبسها كحجاب. صح. تجي يكون حجمها كبير فنقدر نلبسها ككب، ونقدر نلبسها حتى مثلا من نلبس هسه شلون ديلو لابسه اوتفيت بلون واحد، نقدر نحط السكارف او الكاب على جزء حزام. واحد وعليها حزام كلش حلوه سرعه فوق الستره. يعني صح بها هواي افكار بالضبط. كثير نشوفها انه تغير ان اللبسه كلها، مثلا انا لابسه اللبسه اليوم حابه اغير اللبسه البسها بس بغير طريقه، مجرد احط لها هذا الكاب او بطريقه ثانيه على الكتف او قلنا جانبي كلش حلوه، وبنفس الوقت بها نقشات تجنن والوان. يعني نقدر نقول يا سمارة انه الكب اصبح مكمل لاطلالتنا. اكيد طبعا، وحتى المحجبه وغير المحجبه يعتبر قطعه اساسيه، يعتبر قطعه اساسيه. اكو بنوتات يلبسوه كحجاب وبنفس الوقت تقدرون يعتمدوه حتى البنات المو محجبه مثل ما قلت لكم اكثر من طريقه. تلاحظين انه الكب اصبح على شكل فروه او يطعم بالفروه. صح. والكريستاس والمشغول اليدوي. صح. كلش حلو يطيج تاتش بحيث انت تلبسين شيء سمبل، اي شيء عندك حتى البنسل مثلا نلبسه خلاص تحسين لبست امهاتنا. يعني عندها كان اكثر شيء كبات قبل. صح. بس حاليا اريح شيء لبسه تحسه مريح، بالاخص هذا اللي يجي ديزاين سريع، ديزاين الفراشه. شايفين ديزاين الفراشه؟ تجي لبسته وراحت بيه للسوق، لبسته وطلعت بيه لانه مريح ويغطي. صح. العيوب. كل مرأة من تكبر بعد ما جابت اولاد ومسؤوليات جسمها راح يتخربط، بالاخص امهات قبل. تلاحظين انه اسامه فمن تلبس الكب تحس انه عيوبها انضمت ومريح وطانه، خاصه وشيك بنفس الوقت. بس بنفس الوقت هسه احنا بدنا ناخذ كل الاشياء. لكن الموضه بالوقت الحالي، موضه بالوقت الحالي وفرت ان كثير من القصات بالكاب. والفقره اكيد اللي انت عديتيها انه اذا مشاهدينا نروح نشاهد فقره سمسمو وراجعين معكم. مرحبا، شلونكم؟ اليوم راح احكي لكم عن قطعه كلش مميزه البنوتات المحجبات، لا تفوتكم هاي الفقره. اليوم راح احكي عن قطعه نقدر نعتمدها ويا اللبس واكيد كحجاب على الراس. اليوم راح نحكي عن حجاب ينفع يكون سكارف او وشاح، وينفع يكون ان هو حجاب او شال. اليوم اكيد اني وين تربع الحجابات فرعهم في المنصور مقابل مول المنصور، اكيد شكر خاص لهم. الحجابات هنا تجنن، انا اجي هنا اضيع وانتم لازم اضيعكم وياي ما اضيع وحدي. اليوم راح نحكي عن هاي القطع المميزه والانيقه، تعالوا وياي. اذا تشوفون وياي اكو قطع تكون
كلها عبارة عن نقشة، وأكو قطع تكون بها نقشة وشغل يدوي ومن جهة ثانية سادة، وأكو اللي تكون بهاي الطريقة. خلونا ناخذ قطعة قطعة ونحكي شوية عنها. هاي القطعة حشوفكم حجمها وقياسها، سوري شوفوا لي التموج اللي بيها، طريقة الدمج بالألوان كلش حلوة. نقدر نختار هاي القطعة ليش؟ لأنه نقدر نعتمدها كلونين. أول شغلة أنا أحب ألبسها وياكم اللي هي تكون بهاي الطريقة، وأكيد إذا لابسين أنتوا سترة تقدرون تحطوها على السترة أو بهذا الشكل. حجمها كلش كبير وكلش حلو، قياسها كبير، كلش أنيقة باللبس. شغلة ثانية دائما أحب أنوه عنها إنه هاي القطعة تقدرون تعتمدوها إذا لابسين فستان بسيط بينصل، تقدرون تعتمدوها بهاي الطريقة والحزام يكون عليها بهذا الشكل، رح يغيرن الأطلالة كلها وكأنه أنتوا لابسين فستان ثاني بطريقة ثانية، ومستحيل إلا اللي يركز كلش وياكم رح ينتبه إنه هو نفس الفستان. هاي الطريقة كلش أحبها آني، ليش؟ لأنه تكون عملية، هاي القطعة تكون عملية عندكم، لأن تقدرون تعتمدوها بأكثر من طريقة، وأكيد نقدر نلبسها كحجاب. خلينا نلبسها آني وياكم كحجاب. بما انه حجمها كبير نقدر نغطي، انا ما اعرف ليش اليوم قافله على حجمها، انه هو قياسه تمام، انه انتم خليكم متفقين وياي انه هو قياسها هو حجمها، اوكي؟ فقياسها كبير فنقدر نغطي بها منطقه الرقبه سوري، فنلبسها بهاي الطريقه. ما تشوفون طبعا انا بش استعمل عشان اكو قدامي مرايه، فقررت اني البسها بطريقه ثانيه. انا كنت لابسه الحجاب مالتي جواها، فهاي غلطه انه احنا لازم نعرف وين الاغلاط اللي كانت بذيك الاطلاله. اولا كنت لابسه حجابي فاني لبسته فوقها، هو حجمه كبير فصارت حجم الراس كلش كبير، فشنو سوينا؟ وخرنا الحجاب اللي كنت لابسته جوا وخلص، مجرد اخذته بهاي الطريقه خليت هاي الجهتين نفس القياس تقريبا. هالثاني هم أنا بدون مراية بس عرفت الغلط وين. إذا تشوفون وياي هسه هاي النقشة اللي بيها الرصاصي والفضي اللي هو هاي اللونين، وأكيد ألوان كثيرة منوعة. أنا هسه حكيت لكم عن هاي القطعة. خلينا نأخذ قطعة ثانية، خلينا نشوف هاي القطعة السورية. هذا الشغل اليدوي اللي بيها اللي تكون قطعة كلش مميزة، خلينا نشوف أنا وياكم شو راح ألبسها. أول شغلة نقدر نلبسها أكيد بهاي الطريقة، هسه راح ألبس لكم هاي القطعة. مثل ما قلت لكم تقدرون تلبسوها بهذا الشكل، وأكيد مثل ما قلت لكم تقدرون تلبسوها إنه هي تعتمدوها فوق الفستان وتلبس فوقها أحزام، كلش يبين الجسم أنيق ومخصر ومرشوق وكلش راقي.
واكيد احنا دائما نحب انه تكون قطعتنا اللي لابسيها اليوم كانه احنا لابسيها لاول مره، فهاي القطعه راح تبين لنا انه الفستان اللي لابسيه كانه احنا لابسيه لاول مره. رجعت لكم. شنو سويت؟ طبعا مثل ما شفتوا انه انا مش شديتها، بقت هاي المنطقه شويه نشاز انه مبين منطقه الرقبه، فاعتمدت عليها الياخه تكون بسيطه، ما اعتمدت فيها شغل. ليش؟ لانه الحجاب كافي ويا الملابس كاسره بيه اللون، فاختاريت اللون الاسود اللي يكون ويا ملابسي، فشي بسيط انه حتى تبين انه القطعه مكمله للثانيه. هاي القطعه لازم كل بنوته عندها، وحكيت لكم انها عنها سابقا انه هي الياخات، الياخات كلش مميزه تغير لنا الاطلاله. شفتوا انا شلون لبستها؟ رجعت لبست لكم اياها على المرايه طريقه مرتبه وانيقه، نفس الطريقه فقط انه انا خليته بشكل مرتب بهذا الشكل، وغطيت منطقه الرقبه بالياخه. اتمنى تكونون استفادتوا من فقرتي وياكم لهذا اليوم، وانتظروني اكيد بفقرات قادمه ببرنامج نفانيخ على قناه زاكروز. ورجعنا لكم من بعد الفاصل، واكيد نشكر سماره على الفقره الكلش حلوه والجنين عاشت ايدها. اكيد طبعا مثل ما تعرفون بنات احنا دائما ميك اب على بشرتنا، اكو مواد طبيعيه، اكو مواد مثلا احنا نشتريها نستفاد من عندها. شنو اكثر شيء انتم تحبونه؟ يعني شعركم وبشرتكم. بدايه موضوع المواد الطبيعيه مو فقط يشمل المراه اللي على طول تستهلك وجهها بالميك اب او التصوير. صحيح. كل مراه تحتاج عندها روتين يومي، ليلي، صباحي، اسبوعي، شهري، جد سنوي، جد حتى نحافظ على الجمال. البعيد حطيش مثال بسيط عن الجمال، الجمال مثل الزهره، اذا عفناها ما سقيناها حتى يبس راح تبين الخطوط الرفيعه، حتطلع التصبغات، حتتكاثر. فهنا عندنا شنو؟ شيء مرتبط بشيء، بينما على طول نزقيها، على طول نرطب، على طول وياها وياها، حتشوفين دائما بشره مشرقه نظره. كنا نحتاج الى العنايه ان كانت مواد كيميائيه اصليه، واذا كانت مواد طبيعيه، لكن المواد الطبيعيه هي الافضل. احنا ليش نلتجئ للطبيعيه؟ لانه احنا نقدر نقول الشيء اذا ما ضرنا، اذا عفوا اذا ما نفعنا، هو بنفس الوقت ما راح يضرنا. ليش؟ انه مواد طبيعيه، بالتالي انه مواد طبيعيه. لهذا نورتنا الضيفه صاحبه براند بيمبي المواد الطبيعيه سمية حسين، لكن من بعد الفاصل. رجعنا وياكم اكيد من بعد الفاصل، مستمرين باقي فقراتنا وضيوفنا الجميلين. اليوم نورتنا استاذ سمية حسين صاحبه براند بمبي. نعم. طبعا احنا نحب اللون البمبي، بس بدايه حياك الله استاذ سمية. حبيبي نورتينا. بدايه حابين نعرف كيف بديتي بهذا المشروع، وشون اجتك الفكره والالهام حتى تبدين بهيك مشروع؟ نعم ستي، احب يعني انا ربة بيت وصاحبة اولاد سبعة وثلاث بنات ما شاء الله. الحمد لله بعد ما كبرتهم وعلمتهم ووصلتهم البر الامان، فحبيت يعني اسوي شيء شغل الي خاص يثبت لي وجودي. فبقيت يعني ابحث اللي عمل يناسبني ومن خلال المنزل، لانه هاني ربة بيت. احنا دائما نحفز على هذا الموضوع ونسلط عليه الضوء انه اللي ما يقدر يطلع من البيت فهذا مو عذر، نقدر احنا نعتمد على نفسنا واحنا بداخل البيت بالفعل. فبقيت يعني انا بالنسبه للمواد الطبيعيه اساسا انا يعني احب المواد الطبيعيه من اني ويعني شابه، وبعيده كل البعد عن المواد الكيميائيه والمواد الكوزمتيك يعني من البدايه. فكنت يعني كنت اشتريها، ما كنت يعني اسويها بايدي. فمن قلت لك وصلت اولادي وكبرتهم ووصلتهم البر الامان، فصار عندي نوع من وقت فراغ فحبيت يعني تستغلي استغل هذه موهبتي. فقمت يعني بحثت ودرست ويعني انشغلت بنفسي هوايه تقريبا سنتين، الى ان الحمد لله والشكر دخلت اكاديميات معترف بها، ثلاثه او اربع اكاديميات معترف بها دوليا،
واخذت 3 شهادات يعني قدمتها لحضرتكم، ومع ذلك اخذت شهادة الاتحاد الوطني العراقي اللي هي الهوية طبعا. فالحمد لله والشكر. بقى عندي كان العائق بس المكان الورشة، فالحمد لله قدرت اتوفق بهذا يعني التوفيق. اخذت من منزلي فالزاوية طابق ثاني سويتها كورشة. طبعا جدا فخورين في الدول قلبك يا حبيبتي، زيدنا فخر. عاشت ايدك. قبل ان نتحدث على الايتمات اللي طبعاً مثل مشاهدينا قاعده يشوفون اللي جايبتها هويات كلها من صنع براند بمبي، اريد اعرف ليش بالذات اختاريتي اسم بمبي، وبعدها خلينا نتطرق على المواد. تمام. ستي يعني هي كلمة بمبي هي مستوحاة من لون الوردي أو الـ يعني الزهري. فهو هذا اللون يعني حقيقة أنا من أنا شابة أحبه، أغلب وهو ينطي الرمز صحيح. الرمز للإنوثة للمرأة، للإنوثة واللياقة وال فهذا هذا السبب يعني اللي جئت اني لهذا الاسم. ورا كل اسم لبراند قصه اكيد، وانت اكيد حبك للون قصته. اريد نعرف الايتمات اللي وفرتيها ببراند بمبي تخص البشره، الشعر، الجسم بصوره عامه، ام ركزتي على التصبغات، المسام، اكثر شيء وين كان التركيز؟ والله كان تركيزي يعني حقيقه كلها كانت سهله الامور. يعني من اللي هي يعني يكون باكج الشعر هذه عندي سهل، الغسولات، الصابون الطبيعي كلها سهلة، بس أكثر شيء ركزت حقيقة على موضوع العناية بالبشرة. العناية بالبشرة موضوع مهم اللي هي تكون من التصبغات ومن التجاعيد ومن الخطوط الرفيعة، يعني هواية بها تفاصيل يعني البشرة يحتاج يعني العناية بها، فركزت أكثر شيء. نقدر يعني نقول أكثر شيء يمكن يعني البشرة هم بها مختلفة بين عندنا الدهنية أكيد أكيد هاي أنواع البشرة تأثر على المنتج لو يخص كل لا طبعا أني يعني بالنسبة للصابون يمكن. بالنسبة للمنتج إذا كان ما أنت صبغات أو إذا كان ما أنت جاعيد أو يطي نظارة أو ترطيب فهو لا يعني يكون جميع أنواع البشرة بس يبقى عندي التركيز اللي هو على الغسولات وعلى الصابون الطبيعي. طيب نلاحظ بعض المواد الطبيعية مواد عطرية ممكن البشرة حساسة يصير سنسيتيف عنده تحسس، كيف تتعاملين؟ لا ستي موفرة؟ لا ستي أول خطوة اللي أخطيها أني أوفر مانع التحسس من المواد الطبيعية يعني على مود ياخذ الزبون إذا تحسس رأساً حيقوم يغسله يعني خاف من المنتج يرميه حقيقة. صحيح صحيح. فأني الحمد لله أني يعني بنتي صيدلانية ساعدك بهذا المجال. إي أكيد أكيد يعني ألجأ لها يعني بالأمور يعني مثلاً اللي قلت لك يعني الموضوع اللي خليت اول خطوه اخطيها هي موضوع التحسس يعني اول شغله ضفتها للمنتج ما في هذا احسن شيء حتى يعني حتى موادك تنجح اكثر. اكو مثل مرات يستخدمون اشياء هم بشرتهم حساسه ما يبكرون انه هذا بشرته حساسه. زين سال المنتجات ارجو تشرحين شويه على الباكج مال الشعر يعني انه عندك مثلا باكج ما يطول الشعر التساقط شنو الاشياء. نعم ستي عندي شامبو، هذه شامبو والبلسم المعالج هذه طبعا هو من المواد الطبيعيه. واكثر شيء اللي هو يعني يعني هذه اللي هو هذا زيت 7 أنواع زيوت وأكثر يعني أكثر من 5 إلى 6 أعشاب مفيدة للشعر استخلصتها يعني بجهاز بسيط بالبيت والحمد لله والشكر عالج عندي هواية أمور عالجها من التساقط ومن التقصف ومن القشرة ومن هشاشة الشعر الحمد لله. هل قد ما يعني هذا المنتج بين نتائج روعة سميته زيت التحدي. تحدي بالفعل سميته زيت التحدي. راح ناخذ منه لازم نتحدى احنا ان شاء الله احنا لازم يعني احنا شعرنا لا يطول حبيباتي هذا منتج يعني حقيقه يستاهل. طيب من كان الداعم الاول لسميه؟ والله زوجي واولادي الله يحفظهم في دول قلبك. يعني قلت لك انا من بلشت من داخل بيتي كنت اول ما بلشت يعني هم ساندوني يعني أكثر مثلا عندي مشاوير برا وأني ما أقدر أطلع ف
فكان يعني الرجل ما يقول وما يقصر يعني وين ما اوجهه يروح يسوي لي شغلي برا ويجي. الله يحفظه. يعني ايش تحتاجين وما خطا يساعدوك؟ لا يساعدوني. قلت لك انا بنتي صيدلانيه ساعدتني الحمد لله. يعني نقدر نقول العائله. اي اكيد بنتي الكبيره اللي هي يعني مدرسه الحمد لله هي لازمت لي شؤون البيج هي اللي تجاوب هي الادمن مالت البيج. هم جربوا منتجاتك شنو كان يعني هم اولادي هو اول ما جربت منتجاتي هم على عائلتي وعلى اصدقائي وهم اللي شجعوني قالوا يعني حقيقه من يعني منتجات يعني تستاهل بيها نتائج كلش واضحه. التوفيق اكيد. شفت هذا الاخضر يعني حايره شنو هاي الالوان اللون هذا اللون الاخضر والليموني يعني شنو هاي فوائدهم؟ ستي الاخضر والليموني هذا هذه تونر سويته بعده انواع اللي هو بعرق السوس وبالليمون الاخضر وبالنعناع بس هو اساسا يعني تونر للبشره حقيقه يعني هم منتج محترم يعني فسويته يعني قسم قلت لك بالليمون الاخضر وبالنعناع وقسم بال بعرق السوس وهذه اللي اصفر اللي هو فيتامين سي. كنا نعرف اهميه الفيتامين سي للنظاره مهمة للنظارة. البشره مشرقه على طول قبل ان ننام يوميه ممكن نستخدم الفيتامين سي لانه اذا خلينا الصبح على البشره ممكن يتاكسد. اكيد اي اكيد لانه الشمس بالفعل اذا الشمس يعني وهي يعني عامل تاكسد قوي لفيتامين سي. أي فممكن احنا نستخدم الفيتامين سي اذا كان مخبوط بنسبه قليله ويا واقي الشمس ويا سيرم ثاني تمام. الصبح ما راح يتاكسد. عندي يكون فيور يعني استخدم الواقي الشمس بالفيتامين سي فصفانه من ذلك. لا لا نسبه قليله واقي الشمس مو انا رجعت كرر اذا تكون نسبه الفيتامين سي قليله بواقي الشمس او سيرم ثاني ما راح ياثر وراح يسبب عندنا تصبغات او تاكسد. طيب اكثر زهره تدخل بالمواد الطبيعيه اللي تفيد البشره يعني معظم المنتجات نقدر نقول على طول تدخليها. لاحظت او اتذكر انه من الازهار المهمه والمفيده بالمواد الطبيعيه اللي هي البابونج. البابونج واللافندر. واللافندر لانه يعني حقيقه يعني لانه البابونج واللافندر هذا فشي يعني انا انصح كل مره وكل بنت يعني هذه يعني منتج ما تخفي عنها يعني بالبيت. قبل لا نتفرع للمواد تمام. عرفي مشاهدينا ما هو اللافندر. والله هو اللافندر هو يعني عشبة نعم. مزروعة فهذه يعني هذه العشبة بيها نتائج إذا يعني استخلصناها ويا الزيوت بالإضافة للعطر أو هاي هذه العطر مالتها هذه الحالة والحالة يعني هذا قضية هذا قضية يجنن. بس إحنا يعني كفوائد يعني فوائد داخلة بكل شيء اللافندر زيت نعم. الأساسي اللافندر أنا أدخله بأكثر كريماتي للبشرة وأكثر الـ الـ يعني المواضيع اللي تدخل بالشعر بالشامبو وبالشغلات هي والبابونج نعم هي والبابونج بس يعني حقيقة يعني يكون هو كله من الأعشاب يعني شغلنا إحنا معتمدين 100% على الطبيعة. طيب زين كل منتج إيش قد يأخذ وقت من عندك؟ والله يعني من تكون المنتج يأخذ وقت يكون يعني لأنه أنت هذا ما تريدين تخطئين ولا خطأ بي لأن هذا بيسو معتج فتكون يعني التركيز أهم شيء فيعني أنا مثلا خلينا نقول أكثر منتج أخذ من يأخذ منك وقت. والله أكثر منتج يأخذ وقت اللي هو زيت التحدي لأن يراد يعني استخلاص كميات معينة أي أكيد. فترة طويلة وعندك الصابونيات عندي صابونية النيلة الزرقاء وعندي صابونية القهوة هذه الصابونية يعني مشتغلة على التعب صحيح على التعب أكيد عاشت إيدك. طيب شنو يعني. أكثر منتج لقيتي عليه استجابة من أكثر شيء نقول على السوشيال ميديا من البنات أو الولد وشنو المنتج؟ تمام كريم التفتيح ويا تونر النظارة اثنيناتهم سويتهم على باكج ويا صابونة اللافندر أو زيت جوز الهند هذا صار عندهم باكج يعني تقعد مثل تقولين الزبونة تغسل بشرتها بالصابونة الطبيعية صحيح. اللي هي من أعظم الزيوت اللي عندنا متواجدة يعني فتنشف بشرتها هذا يكون الكريم بالليل ليلاً فتستخدمه واكو شغله هم حبوا انوه عليها لحضراتكم نعم. اي كريم او اي زيت للشعر تستخدموه اذا كان
بقى هيك يدبق ويلزق او يسيل اذا كان على الشعر، هذه بمعنى بصيلة الشعر ما استقبلته ولا يعني البشرة يعني استقبلته، هذا على السريع تقومون تغسله لانه هذا هو ده يرفض نفسه. تمام. طيب الغسولات اللي موفرتها منتجات بمبي تناسب جميع انواع البشرة؟ نعم قلت لك اني يعني تناسب جميع البشرة، واللي ضايفت لها اني مادة التحسس على مود تشتغل على كل طيب البشرة. طيب منتجات بمبي فقط للنساء ام للشباب والرجال؟ والله يعني عندي شغلات هواية يستقبلوها الرجال، اللي هي الصابون الطبيعي. نعم. يعني اكثر شيء يطلبوه من عندي صابون الطبيعي، وبالنسبه للشباب اللي رادوا كريم التفتيح وعلمهم حلو. انا كلش هسه عاجبني هاي الالوان، هاي سكرابات مو الازرق كل شويه استغرقها بترجع على الالوان. اي اي هذه سكرابات تلفت النظر. اي عافية. ونفس الشيء الريحه، يعني الريحه كلش طيبه مالتهم، يعني اول ما طلعناها الريحه صارت كلش طيبه. صحيح الحمد لله. هاي سكرابات صح؟ هذه سكرابات حبيبتي عندي بالنيلة الزرقاء، وهذا اللي وردي هو بالزيت الورد الزهر، والثاني اللي هو بالقهوة، والاخ هذه بالنعناع. طيب قبل لا ننهي محور حلقتنا. نعم طبعا الموضوع جدا شيق. أكيد. لكن اريد اعرف اخر منتج طرحتي. نعم. ونصيحتك لكل شخص حاليا اللي يشاهدنا حاب يفتح مشروع. حبيبتي اخر منتج صنعته اللي هو هذه. الله. هذه هي الشمعة المعطرة. شمعة. هي بعيدة خلينا نقول يعني، بس موادها الأولية. نعم. هي يعني من قص يعني من حلوة. مواد الأولية هي اللي داخلة بموادي بالكريمات. يعني إيش هي من الشموع والعطور. والعلب نفس الشيء، فكلها موادها الأولية هي داخلة خلال عملي وخلال المنتجات اللي أنا أصنعها. فحبيت اغير فشي يعني ادخل فد عشت ايدك فالمنتج يعني حبيتي نفسك بيها. اي بالفعل. وهذه دخلتك القالب. بس القالب لو شفاف راح يبرز عندي شعور الاشكال، حتى تحافظ على يحافظ عليه. نعم هذه مثلا ياخذ الزبون يعني خلينا نقول بغرفه النوم لمده ممكن عطور حتى اكثر، هي عطور خمس دقائق اذا عشر دقائق يشغلها ويرجع يطفيها. هذا يسوي له عملية استرخاء يعني. هو شنو يعني سابق. طيب النصيحة الأخيرة اللي توجهيها لكل شخص عنده مشروع منتجات طبيعية. والله حبيبتي المصداقية. 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 ثم المصداقية. عاشت إيدي. ثم المصداقية ثم المصداقية. عاشت إيدي. لأنه على يعني لا يثرون نفسهم ويثرون على الغير. صحيح. بالتأكيد. شكرا إنك بحضورك المميز حبيبتي. شكرا حبيبتي. إذا مشاهدينا مستمرين وياكم لكن من بعد الفاصل. مستمرين وياكم بمشوار الجمال. مشوار الجمال ما راح يخلص ويا الفقرات أكيد. اللي عديناها لكم والمواضيع أكيد. والضيوف اللي نورونا بالحلقه. طبعاً على طول على طول يصير كونكت بين المواضيع، يعني ربط. صح. يعني بما انه تحدثنا الضيفه الجميله سمية عن المواد الطبيعيه والعنايه بالبشره وضروريه جدا للمراه والشباب كذلك أكيد. يعني خلينا نكون منصفين احنا طبعاً برنامجنا أكيد. نسوي بحث لكن مرات شويه يعني زغل. شويه يسلط الضوء عليهم اكيد طبعا. طيب العنايه جدا ضروريه أكيد. بما أنه هذا موضوعنا كان فاستبرق عدت إن فقرة تخص علاج الشعر. معالج الشعر. معالج الشعر. طبعا هو معالج الشعر بهواية خطوات بهواية أنواع. فهالمرة للشعر المختلط يعني دهني وجاف. وجاف. طيب طبعا الشعر المصبوغ للشعر غير مصبوغ. احنا بدنا نتحدث عن مواد طبيعيه. اي هو ممكن كل سيدة هم بالمواد الطبيعيه. مواد طبيعيه حلو. يعني هم مشتغلين مواد طبيعيه بحيث اني شفت الفرق كلش اللمعه والنضاره. احنا بدنا نشوف شعرها سوى. صحي اكثر. صحيح. بما انه الشعر المصبوغ معرض اكثر للضرر. صحيح. والسشوار والبنت السافر حتى المحجبه الله يساعدكم ما يتنفس بصوره صحيحه ولا يتعرض لاشعه الشمس. طبعا دائما كثير من التفاصيل هاي على هاي نقطة نسلط الضوء صح على هاي النقطة انه مو بس البنت الغير محجبة انه لازم تسوي عناية. لا المحجبة معالج. كذلك اكيد لانه احنا يمكن الشعر ما يتنفس كفاية او ما يرتاح كفاية، فش نسوي
نسوي له معالجة. معالج الشعر طبعا مو كل سيدة هم تقدر تروح للمركز كل شهر حتى تسوي معالج، تقدر بالمنزل توصي المواد الطبيعية لدرجة بالسوشيال ميديا تكون من مكان بمصداقية وتكون ثقة أكثر. تقدر حتى بالنفس تقدر بالبيت، هي بالبيت تقدر تسوي مجموعة زيوت أصلية زي الزيتون على الخروع على السمسم على بس يعني دقيقة زيت الزيتون ما أنصح بي إنه أنا للشعر يعني بعد الجوز الهند أفضل. لا زيت الزيتون يعني صحت اكل جوز الهند افضل. لا جوز الهند انا اقول لك بس خلينا نعوف استبرق وجيلاني نعرفون شو قاعدين ناكل فقره راجعين. يا مرحبا جميلات برنامج نفانيس، اكيد بكل فقراتنا راح تكون حلوه ومميزه وتقدرون تستفادون من عدها. اليوم الفقرة راح تكون بخصوص الشعر، هواي من البنات شعرهم كلش تعبان ويحتارون شلون يعالجوا. اليوم احنا بمركز أباجور راح يشرحونا الخطوات والتفاصيل على الشعر، خليكم ويانا. وأول خطوة وضرورية انه لازم نغسل الشعر قبل المعالج خبي مواد كيميائية او زيوت. شفتوا خلصنا غسل الشعر، هسه راح ننتقل للخطوة الثانية المعالج. وهسه راح نبلش نوزع المادة على الشعر. طبعا مركز أباجور عندهم هذا المعالج الخاص بهم بمكونات كلش حلوة ويستخدموه حسب الشعر، فخلوكم ويانا خلينا نشوف أكثر الخطوات. وضروري كل بنوتة من تسوي معالج 10 أيام أو 15 يوم تقدر تعيد المعالج حسب اختيار الكوافير شعرها. مثل ما تشوفون أنا شعري كلش تعبان من الأصباغ والشسوار والحرارة، فراح يشوفون النتيجة كلش حلوة. مثل ما خنقرب على الشعر باعوه شون شعري كلش تعبان من الشسوار والأصباغ وأكيد من الحرارة، لأنه دائما أستخدم حرارة فشعري باعوه كلش تعبان، فأكيد هذا المعالج راح يفيد شعري وراح يشوفون النتيجة آخر شيء. فوائد المعالج للشعر: يرطب الشعر وينطي نعومة ولمعان ونفس الوقت يغلف الشعراية التعبانة. وهسه خلصنا توزيع المادة على الشعر، راح نبقي الوقت ربع ساعة وبعدين راح نغسله، انتظروني. وفروا لكم هذا الجهاز الحديث النانو، طبعا هذا يسوي معالج للشعر ويفتح المسام مال الشعر ونفس الوقت يدخل المادة بالغلاف مال الشعر. وخلصت الربع ساعة مال الشعر، راح آخر خطوة راح نغسل الشعر.
طبعا هسه خلصنا المعالج مال الشعر وغسلنا الشعر. الخطوة الثانية راح نجفف الشعر ونقص الشعر التعبان. ضروري ينقص هذا الشعر التعبان حتى الشعر يكون كلش حلو وجميل. شفتوا النتيجة تجنن، كلش حبيت. بشوف اللمعة مال الشعر إيش قد حلوة، ونفس الوقت صار كلش ناعم وحلو. طبعا أشكر مركز أباجور على هاي المعلومات اللي قدمونا إياها واللي استفادينا من عندها. انتظرونا فقرات أخرى، إلى اللقاء. وبعد ما شفنا فقرة استبرق، عاشت ايدك حبيبتو، عاشت ايدك على الفقرة. عفنا احنا زيت الزيتون وعفنا زيت جوز الهند وشفنا الفقرة عاشت ايدك. تعاركنا ياهو احسن زيت زيتون وجوز الهند. هاي يمكن نهاية خاشقة منه وخاشقة منه ونحل الموضوع. بالضبط، سويناكم ميكس وصار شيء معالج حلو للشعر. اكيد احنا هاي يمكن نهاية البرنامج. احنا شو نسوي؟ نسوي لكم قفشات صغيرة. احنا نحب نتونس بيناتنا. طبعا احنا تونسنا اليوم كل شوية كل شوية وياكم بالتأكيد يا سمارة. فقرات الحلقة جدا شيقة والضيوف أبدع. شكرا لكم زميلاتي، شكرا لكم مشاهدينا. انتظرونا بحلقات قادمة مع ألف سلامة.